هل ما حصل في هذا العام من توسعه احواض الجمرات وتوسعه الشاخص ايضا، هل هذا الفعل جائز شرعا؟ ولو كان جائز، لماذا ما حصلت هذه التوسعه من قبل لدفع الزحام والمشقه عن الناس؟ يا اخي، قبل ما فيه زحام، لان الحاج شويين ومسافرين، الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يحزرون بمئة ألف، واليوم كم الحاج؟ اليوم كم؟ ملايين، خمسة ملايين أو حول. تغير الوقت، والجمرات ما غيرت ولله الحمد، المرمى هو هو، لكن جعل على صفة المحجان من فوق، من الدور الأعلى، على صفة المحجان الذي ترمى فيه الجمرات، ثم تذهب مع هذا المحجان وتقع في الحوض. وهم مددوا الفواهة هذه علشان التوسيع على الناس، لكن الجمرات كلها تصب في الحوض، فهذا من التيسير، هذا من التيسير. والشاخص ما هو بهذا الشخص، هذا يسمونه محجان مزينينه للجمرات، تجتمع فيه وتحول تصب مدرج، ما يبقى فيه ولا حصى، كله يروح يصب في الحوض. لكن السائل ما تأمل، ما راح يشوف عقب الحج وشافه هذا المشروع حتى يقتنع. نعم.